Good morning, Marlo. How are you? Sit down. Sit down. Who make محلة today? Who make the محلة? Muhammad Bangali, sir. You don't know how to make it? I don't know, sir. Why? You have to teach yourself? Nothing of training, sir. You have to train. Why not? I'm not joking. Why? Why not? Because I don't know. Because I don't see. No, you have to teach yourself. محلة. You are in Gbeysat house. You have to know how to do محلة. Teach yourself. I will try, sir. Thank you. I will try. Yeah. صباحكم خير. وعتبوي ورا ظلت الرينو. وطالع المنظر الفناني في هالمكان الفناني. صبحكم الله بالخير والنور. من اصبحت الباح في الليل نزلت. ها ايش عندك؟ عليكم السلام. جود مورنينج. شو تبه؟ شو يريد؟ زين اقولكم بتشغلين انت؟ لا ما يشتغل. اقولكم البارح الله يحفظكم حبل البارح وغير البارحة من انزل فيديو على الانستغرام احنا ما بلا التعليق العادي وصلنا الى مرحلة المعاير والكلام البذيء وصلنا الى قلة الادب حين هل هاي المشكلة لحد منهم المشكلة ما تعرف لهم هاي منوهم اصلا ولا منو كل قطهم مستحيل يكون ولد ناس وعرب يغلط مني والطريج ولد الناس والعرب ما يغلط على يدخل في حسابات الحين هاي ما يعرفون ان البلاد فيها قوانين وان في لوائح والشتم والقذف هذا زين وبعد الحين يا ابوك انا ما عندي مشكله والله يا ابوك يوميا لك محامي دق لي لك محامي اللي يدخلون مليون محامي يقولون بس عطنا انت رخصنا بنا يلدهم يلد بنا يلدهم يلاد بنخليهم يلحسون يلعنون الساعه اللي انولدوا فيها انهم يعني من يغلطون على الناس لان بيرفعون عليكم قضايا وبيريرونكم بيناكلونكم حين انتم المشكله انا قامضين المشكله ما اعرف لو كان اللي تعرفه هذا فلان ولا علان برايك يا الانسان بترمس بتعرف كيف تجاوبه لكن هذا باكر بتي امه تصيح ولا بتي اخته تبنجح ولا بتي تلطم هذا ولدنا وما نعرفه ولا لا 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 شو الفائده هاي الساعه؟ ليش في العقل هالاشياء اللي تستوي؟ يعني معقوله ان بني ادم ريال انت طولك طول وعرضك عرض وفاتح لك حساب او انك شو اللي مغزى من انك انت تدخل الحساب وتسب وتهذر ما تعرف انه شيء نيابه شيء شرطه شيء امور وايده هبل انا قالوا سبوا فلان وفلان انت الا من جملتهم ما علي انا من جملتهم انا هب خيار عنهم بعد انا اذا ما بدنا ولا الا شراتهم لكن شيء زاد عن حد شيء زاد عن حد يوميا اذا انا ساكت فهذا يعني انا احتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى انا احتسب الاجر ولا لك محامي والله يا ابوك لا غادي مليونير في شهر تريونير هي نعم من كل واحد مرحبا جود مورنينج صبحك الله بالخير صبحك الله بالنور والسرور علوم طيبه علومك انت كل شيء زين شو اخبار الزراعه يعلى دوم يعلى دوم يعلى دوم لا ما حوله دخلت بحر ابوي هذا ما يبي يدش اليوم ما ادري شو وياه بغض البحر عين وين يتم صلت على النبي انزين ايش عليه؟ ايش عليه؟ ما شيء مشكلة. وين سارح انت؟ زين زين. انت توك جاي؟ هي. ما شاء الله ما شاء الله الله ييسر امورك. الله يطول بعمرك. شكرا لا خليت منك. عد على الجماعه نشيد الصباح سلام عليك بنت هلال يو جود
قواتي قوت عن الله تعابوت. لا البويه ولا صناه وغداكم هالنمونه. ايوه كالعاده والبحار رقم واحد والسائر والياي ما شاء الله تبارك الله. ها تعرفه؟ ايش تراني؟ ارقوت منو بترمس عاد انت؟ رقم واحد البحر طايح رقم واحد لكن ما بصلاني مخضر شويه. هاي الري اللي تشوفونها يسمونها البحر مخضر. مخضر يعني ما تشوف السمكه زين ما زين الا يعني انت علاتري عباره. هذا ناخذه لابن محمد هاي البحريه باثنين اكتب وتوالفوا محمد واسلم عتفريس يفرسون الحين لين نوصل الفايز المبروك. الفايز هذاك هذاك الفايز هاك الفايز ولا السمت؟ خيرتنا ان شاء الله في الفايز. هو راعي الخير هو راعي الخير الفايز ولا السمت يا ابوك من سمينا هاك اليوم السمت عند الله علينا. الله يا ابوك ما ضواه لودام لودام ما تضواه السمت يا ربي يا السمت. لا بعد يقول لك بعد امس معاه مسوي ريولي على الله يعافيك يا على الله يعافيك. ابو محمد يسلم عليك السمت. الله يسلمك. هي انا عندي السمت. هي والله يا ابوك ها مرضى فيه حتى هو بيموت عليك يتشرق باسمك. مرضى فيه الصراحه. هي والله على الله يعافيك. السمت دومي يبن السمت ويجيب الخير. هي لك العاده الحين تخمكر اخر زمان امس معاه جينا ريوله. هي والله مسوي له عمليه تركب. يا الله يعافيه ويعفو عنه ان شاء الله. يا الله يعافيك يا السمت حليل حليل يا السمت. حافظ على السمت. اصغر عني؟ وين يصغر عني؟ ها كبر حياة خالي محمد بن خدية. لا والله. خل ابوي. استغفر الله العظيم. اول ما يستوي عرس في ابو ظبي الا يا حياة ميفت. اول غنية وش اللي يغنونها في الليوة؟ بيبي متو سقاني مرمرة الشيخ زايد عسى الله ينصره. يعله الجنة. من يوم نحن يا هال ما يصيح دور الليوة الا اول بادي. بيبي متو سقاني مرمرة الشيخ زايد عسى الله ينصره. كان في كل المناسبات في كل المناسبات اول شله على حياة زايد. كان رزيف ولا حربية ولا اللي هو كل شيء عياله كل الشلات اول ما تبتدي يبتدون بحياة زايد عليه الجنة ونعيمها. يا ربي كان شايف النار بارد بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب البيت والحرم. هاي نظارتي الحرامي. اي انا مايب. انت يا ابوك مثل جهنم هل امتلأتي هل من مزيد. قرب الله كم حد كم دعت علي العرب اني جايب لك تليفون. دعوا علي دعاء نصي ايزي. والله يا ابو محمد قالوا كل حد ابوي وراه اجر الا هذا. هذا النحاس اللي في الدنيا كلها فيه. لا هو شي حليله. شو حل برشه هذا حليله؟ ارب الله ما شد. اقول لك وحين حتى اسلم هذا. حين اسلم الحين انا جالس على هذا ما قال لي خوز ولا لو سمحت ولا بابا ينهض الكرسي وانا جالس. نفس تعلم منه. والله ان القرينه مناسب لقرينه. والله يا ابو محمد. قال ايه الرجل الوطواط ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اليوم 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 الرجل التمساح. اي ما يبي يتكلم. شكريمه ها شو 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 الحركه شو شو الحركه الحين قال شو ليش قبل ما قلت ها كريم عشان يجينا فرد اجي اسود. انت ليش ركب كريم؟ انا اريد كريم سمسم بعد. اقول لك الله يا ابوك هذا الرجل التمساح. ما لا يا الفريد ما لا يا الفريد ما لا يا الفريد ما لا يا الفريد. ما زين تبندار. حافظ عليك يا مليح حافظ عليك يا مليح. في ذات الله
ما شاء الله علي ما شاء الله علي ما شاء الله علي. ما زينك الا يا الزبوت ما زينك. ما شاء الله تبارك الله تخدبن. الله يطرح البركة. شوف الصيد حلالي حلالي. 2 و3 2 و3 ضربة 2 و3 ضربة 2 و3 ضربة. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم زد وبارك اللهم زد وبارك. 2 و3 2 و3 2 و3. ما هي وحدة وحدة. لم يلف عينك يا حسود. انت بخير. ها من طريت السم. هي والله ما شاء الله عليك السم. تسميك الا مبروك. ها انت الا بالطاري هالنمون بالسمعة عيل. شوف يسعد حظهم يرانك يا السمت. يسعد حظهم. هل جميرة؟ أظني في جميرة هو ساكن أبو محمد. يار الشعافر يار حسين. هي نعم يار حسين الأول يارنا نحن هلال في الرفاعة. هي والله ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم زد وبارك. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا فال الصبح. هذا فال الصبح. هذا فال ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا يا سلام حق فوقه. هذا ابوي حق القبولي للقبولي للقبولي. يغني يا ليل يغني يا ليل. يا سلام سلام. يا الله يا رب تحفظها من دار تدفع الشر والبلاء عمن خلانا نعيش بامن وامان. ايش سويت بالخيطه؟ انت ايش اسوي عاده؟ ايش اسوي؟ اعتشلت الدنيا عشال. عزمت عشلتين وحده. ما شاء الله 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 ما شاء الله. روح 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 القلب دعيلك. روح القلب دعيلك. روح القلب. ما شاء الله ما شاء الله. ذهب ذهب. سبايك سبايك ابوي من بنك ابو ظبي الاول. سبايك ذهبيه عيار 21 اظني 27 ليه في البنك كان اشوفني الصالق عن غير حتى يوصل له. كم يجي كم الوزن؟ 40 فوقي. ايه حول 50 حول 50 والله. 50 هي. لا لا 50 ها خليه نص حق خالد. والله هذا بيوز لي والله. يا ابو النحاس اللي فيه ابو عبد الله. تعال ياي تعال تعال تعال. شوف صيد النواخذه نص مال خالد زي مجبوس منه. لا يا ويلك نصبك سيف العباس. يا ويلك عم دعاوي حياة ابوي الاول. الله يغفر له. ايه ابو عبد الله تعال ياي. 5 و5 تير 15 مرتين 5 و5 تير 15 مرتين. مرحبا بنور العين. مرحبا مرحبتين مطرقه وشلابين. مرحبا دبل ساعه ذهب صنق الحبل. ام حداوي الاول سناب الخادم. مرسي با سناب الخادم. الله يحفظ ابو يمعه الاول. مرحبا دبل ساعه ذهب صنق الحبل. مرحبا دبل ساعه ذهب صنق الحبل. متنومس ها؟ صيد ممتاز بامتياز. تقطعن علينا؟ قطع الريش كلهن تقطعن. والله زين. ابدا اضرب ما تضرب اضرب ما تضرب. الحمد لله صدنا هذاك الصيد الوفير وريحنا في 10 دقائق. وحين الله يحفظكم نعاود الكره. خاطرنا في صويفيات. خاطرنا في صويفيات هناك ابوي شي بقعه كلها صافي ريج. وهلام بتعلم ابوي خدمه ابدا. يحط لهن ابوي مصران مصير دياي مصير دياي. كل ميدار والميداه الكبير كبر راس كبر حبه الشعير. ويحط ابوي مصران الدياي وابدا حلالي. 3 و4 3 و4. يقول لك بياحه الزبده. هاي بياحه الزبده. زبد 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 ريج. شوف الله عليكم. يا سلام ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ايوه هاي الدحمسه.
هاي ابوي شوف هاي هاي البياح العربي هاي البياح العربية شوف شوف ما شاء الله ابو ثاني مخيبه وين ابو ثاني ابوي احنا اللي حباره وكروان حباره وكروان حلو انت ما شاء الله طيارة تروح هناك بخت عيني بخت عيني بخت عيني شوف ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن ديحوه شوف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شوف السمن ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن ما زينت يا البياح ما زينت ما زينت الغذاء البحر طايح ابدا الحين ها دوق تم وحده البحر تتمان ضربه من زينه خلي شوف طايح سبحانك يا رب يا الله يا رب ما زين هالجو ما زين هالجلسة الفنانة ما زينها لا تشلم تدعوية ولا مستظلة أسبوع اللي عاد جهز حالك دبي دبي إن شاء الله أسبوع اللي العلم عند الله ظاهر أنت تقول بنسير دبي يوم العزم تخون لا لا خلاص من الحجز اليوم ها يا بعد أنا شوية يتني حرورة هذا الدواء وي 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 يا سلام سلم يا رب البيت والحرم يا الله يا رب تعفو عنا وعن كل مسلم شو بطلع عليك بحرات خنمونة هذا كريم لابريه ولا اي لاب خيبة يا في ثمية هاي كريم لابريه ابو محمد ايوه شو بقول والله العظيم كأنك طايح ابوي في نعيم نعيم هذا الصيد مال الحين ها البياحة بياحة بديحة صويفي الحمد لله ها جلب فوق تحت جلب فوق تحت هلال فوق تحت شوية يا الله يا الله ما نحس كنت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أيوة هذا حقي أنا يا الله يا الله ما شاء الله الحمد لله الرحلة تكللت تكللك بالنجاح دشتين اليوم دشت الصبح ودشت الضحى وكل وحدة تبارك الرحمن خير عن البيعة الأولية أبوي تبارك الرحمن طحنا لنا بيمة زريدي وجش كل وحدة فيها من حول 50 هاي روح نعمي والحمد شكر والكيس الثاني بين صافي وبياحة وبدح والحين ابوي رادين البيت سبوح والدهيج من هذا من هالنوره اللي في الوي ابوي وصله وبرد ابوي بنتغدى وبنقيد والدنيا مطرجة وراتبها محول بسطنا وغيرنا جو اسبوع اللي كنا بنسير انا يس ثانك يو ثانك يو ثانك يو مدام ثانك يو يا مدام ثانك يو ثانك يو عطيتي خير عطيتي خير يلا خل الحمد لله لك نزيد اتي الصبح سيارة وتخم السيف هذا كله ما تشوف ايش قايل مكشوب قشاب سيارة تكشب قشاب غادي ابدا ما شوف لوين ها ابدا تسف ما تخلي شيء ما تلقطه وتنظف السيف عن بكرة ابي وياس من مكان نظيف ماشي شراته وين يحصل حق حد النمون الحمد لله الله يحفظها من دار ها شو صيدكم ابو عبد الله يا راير لا يكون ممنوع حيل يا راير يسوي لنا بعد قرقع ما شاء الله واغمي عليهن وهامور اترى الهامور متاه ظهر يا الله اليلو قادي غير نمونه ظهر الهامور هامور عله صغير يا الله يا سلام لا والله بسيطي رقم واحد هذا فيه منه ونص هذا حق بيت فيه 13 نفر حق بيت فيه 13 نفر واثنين بعد سايرين الدوام تامين 11 اي والله ورفعوا لهم عاد قطيعه
ترى بيجون بيخلصون الدوام من المغارب. يلا ثانك يو. لا بس هم يرجون يا ولد الحلال، ما حب ياكله، ما حب عندك هالبياح الغاوي وهالجش وهالصافي بعد ما تشبه. لا اترياك عالي المطبخ. اوه راية الصلاة أذن والله الأذان الأولي بيتسبحنا وتروحنا وعندك ودونك بدي بالوقت. قلت له تحمل تنزل اليوم بشيركم، جبناها التاوة البارحية أمس العودة، واليوم شاوين عليها، وإن شاء الله حمنا رد برويكم تصوير الشاشة اللي ما جايتنا من عند مصنع الحريز. هذا أبوي عبد الله، ولد عبد الله بن شيبة، مسمينا هنا الطفل المدلل. زين وانت ابن ابويه؟ وانا عبد الله بن محمد المدروي. والنعم وانت ابويه؟ عيد بن جاسم المريخي. والنعم الحبيب انت ابن بارك الله فيك. انا احمد بن جاسم. والله مليون والنعم. وهذا ابوي، هذا تشوفون الطفل المدلل، ها تدفع عن ورد حوار. يا سلام يا سلام، ها شو سوى؟ ما يحتاج مره عمرتين. شو سوى الجديده؟ مالك مال الجو لك الكيلو الفريدك يا سلام. شوفوا شوف الشحم كم يصل، يا وايد شحم فيه ما شاء الله. واحد مرة أحسن، ها من ثالث تبارك الرحمن. لا اله الا الله. شوف ما شاء الله ما شاء الله، ما زين لك صوت يا ابو صوت، روح اي صوت. كم ها؟ طوى عدد من؟ ايه طوى 50 50؟ تسلم 50 سمته 50 هي ها؟ 50 صافي. 50 صافي كورن او 50 قارطه او 50 بدحه على حسب الانسان شو يبغى. ما شاء الله تبارك الرحمن. اسمي فتاوى ولاتيه. الحق يا ابو محمد تعال طالع بالله عليك. ياي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. كل زين. ها تعال بعوشة شوف الله عليك. شفت التاوة؟ لا تقول لي بحياتك شفت تاوة هالنمونة. ها؟ شو ما شاء الله. جماعة كلهم بيتريوا الغداء. هذا راشد بن سالم، وهذا أبوي الشيبة بن أحمد، وهذا عبد الله بن مرزوق. يليش العقل؟ يليش العقل إن هذا الشبل من هذاك الدلخ؟ حرب الله تاكل أسد. منو؟ وين هذاك؟ هي والله وين يليش العقل؟ إن هذا من هذا الآدمي؟ سبحانك يا رب. يقولون القماش يسكن في المحار، ها عندكم هاي المحارة وهذه القماشة. شاف وين الشبه؟ وين الشبه؟ أنا أريد أعرف وين الشبه. نحن زين وين الشبه؟ ودر عنك الغداء هناك المرزوق عند هلال. هنا ترى هي يغرفون. يلا يلا محمد بن عبد الله. يلا يلا اي خير ان شاء الله يا رجل. خف علينا الله عليك. شوف الله عليك هذه الزح دهون ريد شحم شحم. شوف ما شاء الله. شوف تاوير يقول ما تحر التاوة ما تحر اطرافها. ها ايش قال ما تحر اطرافها؟ هذا الطرف لان التاوة غليظة بعبد الله. التاوة غليظة، يوم التاوة غليظة تصل حرارة في المكان كله. حش على محمد كرم الله محمد. محمد لم تعني وما لو تصرف. انت لم تعني ومصرف. هذا اللي تليه صديق. ها
هذا شوف معطيني يابا سير عند حسين درويش يب من عند حسين درويش المازوت بتحصل كبير عند حسين درويش يب ثلاثة زمان ايش اسمها شي ختم حسينة درويش ابن عيال حسينة درويش ابن عيال أنا لا تمشي حسن والله محمد لا نجيت لا والله والله ما طاحه قسم بالله وين يكون الجوع هني ها قدام بيتكم بويا بننشرز كلنا هني في هالمكان هذا شيبة بن سعيد وهذا عيال ربيع منصور وهالجماعة كلهم اي خلادي سلام عليك مروح اليوم ما يعيبني الطلاب من هلال جايب بنطلون حق نسيبة هذا خال هذا خال عيال هذا الريال هلال ماخذ ابوي خط هذا ويايب ما شاء الله محمد وسعيد وخالد وقوت وفاطمة نزيد وحين هذا هلال هذا جايب هذا الريال ها هلال جايب هالبنطلون حق نسيبه هذا اللون الجيشي هاي الألوان أبوي مال حماميل ألوان مال حماميل هذه ما مال أوادم هاي اللون مال حماميل مال حمالي مال الفرضة لوربيانو عادي ولا ما أدري شو هاي الوان الحماميل هن هاي الالوان مال الحماميل انزين يا ولد جيشي يسمونه لون جيشي هذا ها مشوي قوم مرزوق روح مال بيتهم بدهم ناخذه شعري جشتي وهذا خباط قال وهذا ها صافي والله صدق والله وهذا صافي بسكوت والله لا على خباط زين وهذا البياح قلة وهذا كل شتري الحمد لله زين شو بنسوي عاد الله فيكم صالونة هامور هذه صالونة هامور يا حظني أيوه يا سلام لا تحط لي سمك أنا أقول اللي عندها البياح بعد يأكل سمك وغيره سبحانك يا رب الله أيوه هاي مريقتي طلعنا طلع لك شارل خالدي هناك عندنا اسمي سمين سالك هنا شحمته البطن ابوي كلها اندحكت في هاك التاوه العوده هي ماشي كل ابوي اندحك في التاوه ما شاء الله شوف حمامنا كامل
ما شاء الله. اي لا لا الحمد لله كامل. اشكر اشكر الامارات ملك. الدلقات؟ ايه زين بينك وين الدلقات حتى ولا مصري؟ لا 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 صار شيء اخبار جديده حقك بيصرفون لك البطاقه. ايه بطاقه ذوي الهمم. ايه وبتحصل خصومات. إيه؟ وبتحصل ابوي يدخلونك قبل الناس كلها. إيه؟ وامور وايد قالوا اللي عنده ذوي الهمم. إيه؟ الهم امتيازات في اشياء وايده. قالوا احنا نبغى صوره جوازك. إيه؟ وصوره الهويه. ما صار عشقي ما صار يالله يا ابو في الواسك اخر الدنيا عن مصر لا بد ولا عذر اما الدنيا إيه مالك بديل ولا يدور مكان لاي اي ولا زي مكانك يا ام الدنيا منو يسواك ما حد يسواك بلاد بالدنيا العوده ماشي شراتك اسمك اسمها ام الدنيا منو يصبر على مصر والله اني دوم تعن علي شرات الدوخه تعنت علي عنا هل البن للكيف تتحرون انتم مصر رخيصه لا والله ما برخيصه وصب علي المطر من يبنى طاري مصر يا الخير يا تنفيفات الدنيا ترك لا ترطخ ترطخ الدنيا هي لبيس شو بتوصل سلام على ابو محمد خالد الخالدي سلام كثير لا تشله الخيول ولا رجال غالي عليك يا سلام والريال اخو عزيز وغالي وانا احب اشهد الله نعم ما يعني من الا ضروره المسك سلم عليه الله يزيد زين بتقولوا وين نبى الحينه نبى الله يحفظكم بنسير هو اشوف البحر بالله عليكم مبيض قادي زبدت بوحده بنسير انا وهلال الشويهات نصوركم الشويهات من فوق مر فوق قصاصير حق الكبار كلهم محلاتني وانا يتيده درعمت ويرر الباب طلع ابوي ثالم سيارة مشغلين هم البعد وترى ما عليها مخفي ما دريت ان ما حد فيها لمرتين بعد نتعت الباب شو ما زيد تنفع كل شيء شيء بسيارك سيارة بدو سيارك سيارة بدو عاد وايد شو حق طير هاي مقناص ترى عندي سيارة ثانية هذه بس هاي بس المقناص زهرك ملحة في الدنيا كلها عني الفحة البراد البرد عن تزكي تسلا تسلا شي بعد تسلا على كهرباء هي خبرتني عنها هاك اليوم زين ابو سعيد زين صدق جاي طالعنا بعد شو اقول زينها هي انا ما تشاهد لحد يسوقها والله هي. ترى ابوي بعدين الله اكبر لا اله الا الله ما اقول عنك اسمك حاسد هذا الحين الفريج كامل من اوله لين اخره باري اصور لكم يا طريق البر البحر اليوم الواجهه البحريه اليوم البريه ها خط واحد خط الاول ها هذا البيوت شين مونت يدرات انا سامت سمت هرمس ترى خلص الفيديو شبت كل سيم ما حد يسوي طابوق وفي طابوق في البيوت البحرية يعني الشاريهات لأن هاي الأراضي هاي كلها ملك الدولة يعني ما حد هني عنده ملك الملك لله كلها البيوت البحرية اللي يقول عنده ملك هذا أبوي يقول له شذبت من حبيت لين مشيت كلها أبوي اللي بقى هذه ملك الدولة إلا بيتنا صدق والله لا إحنا من الزرعة معطينها والله إيش نحسن التل زرعتنا من سنة 76 كنت تدينا صورات عائلة معمرة ما كان حد موجود هنا فكان ابوي زارع حليلة لحقت انا عليه النخال والحيضان النخيل والومي وكذا حوالي 300-400 متر خلا سبحان الله يروي مسكين من غيادي والشيوخ الله يطول عمرهم عطوهم الدفاع تنكر اي نعم وعقب ردوا وعطوا الفريج كامل هلال يعني بهالفرقان عيون العرب اي والله الاول ما حد الا انتم وفروا لنا جميع الخدمات اللهم لك الحمد الحمد لله اي نعم اي والله الحمد شكر بيت المنصوري اللي أم... الصبح محمد المنصوري شو ما شاء الله نخيله هذا من خاري من داخل ما شاء الله مسوي بساتين تغني يا ليل
ابو محمد اللي بيوزع اللوم يوزع الرطا ويوزع كل شيء ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. اي نعم يوم الموسم روحنا لاحج عليه مربين يميع البطل وز وما ما بمخلين شيء في الدنيا ما مربينه. طلع عليك المنظر ما سينا. اقول لكم هذا الشارع ها هذا دفان ودك ليني زيرة شويهات هاي شي زيرة شويهات هذا اولها شرقها وهذاك غربها وهذا الشارع هو اللي ينصف البحر هذا ضيح البقعة هذه هذا مسكر ترى هل تشوفونه كل مسكر مسكر عاد ما اتذكر منو له ابو محمد ولا رحماني مسكر رحماني هذا من يوم سكر الاول عاد يوم السكار مسموح الحين السكار ممنوع هذا المسكر ظني هذا البطن عبارة وهذا الظهر وهناك حضرة بن فري حضرة مسوينها محمد بن فري المحيربي حضرة ومكرر صيدها الهلب الفرجان في حب الله سيائير تنشل الفرجان يخطف الدريول يخطف دريوله ويكرف ابوي ليه في الحضرة كاملة هو العمال ويخطفون على البيوت ليه في الشويهات وليه في الظنة البيت ببيت يودمون البيوت كلها في حب الله زاد الله طارح له البركة في حاله وماله وفريج على الله يرزقه من حيث لا يحتسب هاي عادي زيرة الشويهات الحين دخلناها نحن لو ما الكتش هذا من يسجي البحر تلاقى البحر هذا بهذا ها قبل الحمر عين محابه هالفريج كامل سعيد لهم وخوانة. سعيد واخوانه كلهم هالفرجان هاللي على اليسار عشرات البيوت ابو محمد كم تبلغ مساحه جزيره شويها تقريبا يعني ما بصغيره احنا مساعين واحنا داخلين نمشي كم سرعتنا 80 قلنا اكثر عن ربع ساعه 10 دقائق عوده شويها بصغيره بلاد يعني عباره ما بمدينه صغيره بلاد لكن هالبيوت كلها هني هل يعني مخلفة عليهم يدهم ورا يد يدودهم هني ويدود يدودهم وكلهم محاربة ما أظن محاربة والبفلاح حد شيء مزاريع بعد ما أدري والله في مناصير فيها محاربة مسايد والله من كل حد موجود فيها البقعة اليوم بشيركم ابوي كلت مقلى لين ما العود واحتنى ايوه نحن الحين جايين ما ادري حد هني ولا لا حد عاد ولا ما حد الحين دخلنا هاي الارض دخلناها البيت بيت منو هاي ارض محمد حمود المحيربي ارض والبيت هذا هذا محمد حمود ما ندري موجود ولا لا حارب حارب نحن عاد نحن وحضرنا بنرويكم يا ابوكم الحست هالدنيا كلها ان شاء الله وين وقفنا سيارتنا فنقول ان شاء الله انه حلو أربيكم اللي وراي المنظر بالتهولون يحافظ على المريحانة ويا الهواء شوف الله عليكم شوف المنظر ما زينة شوف المنظر ما زينة ما زينة يا حد العقل ذاك وين الزبوت امس خافنا حمى عالي شو ما زي المنظر تحت خرت نيم يا الله يا ربي يبارك لهم ويهنيهم في هالسكنه فرجان كل بيت ببيته كل بيت ببيته كل بيت ببيته والله عليكم ما زين المنظر ما زين العام انا صورت من عند البيت هذاك هاك البيت هناك الطرف هذاك المشاهد هذا ارتفاع اكثر عن 100 متر 50 متر ما يدري كم والله عن سطح البحر عباره يبل ما بقصار هم مستغلين كل زاويه ما شاء الله تبارك الرحمن في البيت ان المنظر منظر الحجار والميالس يوايج على البحر
مستغلين كل شيء على الله يبارك لهم في بيتهم في سكنهم ما شاء الله. في المنطقة الغربية الظفرة هذاك الزبوت وهذه الشويهات بينهم ما بين بحر يبعد تقريبا ما يقارب 300 بحري غبة على ما تشوفون هالمنظر الفنان اللي يسوى نوم العين. بقعة فرجانها بعلمها بخبرها منظر جميل ياخذ العقل. هذا يوم أقول لك المنظر اللي يسوى نوم العين هذا المنظر اللي يسوى نوم العين تبارك الرحمن. شيء في منتهى الروعة تبارك الله خير الخالقين. اللهم لك الحمد. والارتفاع اللي أنا أداه الحين ما يقارب 50 متر كان ولا 30 والله ما يندرابه. لكن تحت غبة غبة منظر وايد جميل ياخذ العقل. يبعد من أبو ظبي ما يقارب 270 كيلو. ما شاء الله كذا الحين المغرب بنصلي في المسيد جزاه الله خير لباننا في نص الفرجان مرة في نص الفريج. ها بيوت هناك يقوم بيت الكوري لبوكته الكوري كنا ولا سعيد بن ملخص سعيد بن ملخص لبوكته الكوري كنا. جيت هالعام انا في المارينا وسلمت عليه وصورنا وسولفنا موجود حتى على اليوتيوب ما شاء الله. نسيت محمد ولد احمد بن خلفان المحيربي الحبيب الصديق القديم شكرا على حسن الضيافه. بقانا نتقاه عنده جيناه ابوي في هالمسيد. زين الحين احيد تصويري هذا حاليا المسيد هذا منو بانه؟ هذا بانه ولا تبع حجده محيربي وحجده بنت سعيد بن ضاعن وياها تركيه والربع هني متعاونين وياهم ما شاء الله. يعني هذا شويه مسيد رقم واحد الحمد لله. جزاه الله خير جزاه الله خير لابن هالمسيد. خلنا نشوف ان شاء الله نسلم على هلك وعلى ربعك وصدقانك ان شاء الله. مبروك المسكن الجديد يا جماعه الخير. ترى البيوت اللي هنا كلها ملكيه خاصه هاي ما حد يجي البيوت. استاذه تبوي الفرجان من الناس اللي تي من برا ما يعول. هالبيوت فيهن عوايل فيهن صغار فيهن كبار محرم يعني ما حد يجي بيت حد. اللي بيسير البحور طلقه ما هاي يسمون بر المول طوله 500 كيلو متر. لكن بيوت العرب لا حد يجيها عيب. مثل ما انتم ما ترضون حد يدخل بيوتكم لو تشوفون الحيشان وطلقه لكن ما حد يدخل بيوت اللوادم الا بشور. ليه ما يعرف حد ما يجي بيته ولا انا غلطان؟ لا صح جزاك الله خير. صح اوكي مع السلامه الاخ ليتمك هدايه الله. المشكله ما من المواطنين المشكله من الناس اللي يجون السياح يجون هالمناطق يشوفون البيوت كبار يتحرونها بوي هاي هذه أراضي رحمانية تعال وادخل البيوت. هلا هالبيوت ملكية خاصة ناس لهم استراحاتهم وبيوتهم من عشرات السنين فيهم حريم وعوائل بنيات شباب عوائل كبار وصغار ما يستوي. الحين مشكلة ليون منو الجنسيات الآسيوية والأجانب يجيبونهم منو اللي يجيبهم مقاولين ويفتشونهم في نص هاليبال ويجلس المقاولي ترية وهاي اللي يرتقدون في نص هالاماكن كلها. هي والله مساكين هالبيوت مستاذي العرب مستاذي حين ولا بعارفين شرقهم مغربهم. وين هني؟ هني تاكل ما تبغاها. شو سويت اليوم؟ دياي مسوي دياي سالونا كبس ابيض عيش. عيش ابيض؟ عيش ابيض. قول عازم منك عيش ومقلى. لا قول قول عازم منك عيش ومقلى. عازم منك من مقلى. عازم منك عيش ومقلى. عازم منك من مقلى. لا من اول. عازم منك عيش ومقلى. عازم منك عيش ومقلى. يضنين وتاكله كله. يضنك ناكل اكله كله. ليش تاكل كيف تتهنى؟ ليك كيف تاكل كيف تتهنى؟ لا كمل. ليه تاكل؟
ليش تتهنى؟ ليش تنى تنى؟ كيف تاكل كيف تتهنى؟ كيف تاكل كيف تتهنى؟ كيف ترغب في الصحن كله؟ تاكل خبص تتهنى كلك. غرب الله كرب. عشان اليوم فوقه على يبوب حدون اليبوب الصبحانيات ها وحيد هني راس اليد بالعود ها سلط عليه بس ممكن حافظ الافكار اليوم ايه واحد بالعافية. شو عشاهم اليوم ما شاء الله من كل شيء عيش ابيض وهذا شو مرقة لا صالونه صالونه الدياي ونفس الشيء دياي مشواي وهذا الشباب كلهم ما شاء الله والدراء وياي وكل الدنيا كذا طاحوا بوش الفوضى هذا قبولي على على زريد من الكبار ابوه هذا محمد بن سند رياضي رقم واحد سيكل عنده بالون الصبح عنده مرزوق بطل وخالق والخالق الجماعة والخالق وابدا ما شاء الله عليه على الله يحفظه الصبح يحوط الدنيا كلها بسيكل على بحر يوزه سيكل عنده بالون ويعرع على الدنيا كلها ما شاء الله عليه الصبح اليوم وايكت عليك بالدريش ابن سند لا لا والله العظيم انا شفت الكراسي الملونه هي نسمع عندنا كيف بيك عند الصبح يعني يا بعد ابو عبد الله ابويا ودي ناش مرقات الساعه 11 حليلك انت ما شاء الله ايه هاك الاول الحين ابويا الريال مره مبنشر لان هلال مبنشر يا ره الله يا ره الله ابو عبد ده بحين بكفي عبارة سنة الراس اللي كان في خاطري لا يمهلال عني الراس اللي خاطري خلت ليه ما خصك فيه خل أدري بأنها براي ما يبونه ما يبونه يا الله منكم بقض اللوه غافلين عن حين العرب الراس أبو ذوب الحامر حسبي عيلك تحسابي يا أبو ذوب الحامر يا أبو ذوب الحامر يا مدلع الأرقاب في قلبي صوبك نيجر أي حق أبو محمد يلا محمد بن سند القبيسي السلام عليك كم السلام تالله بكاته كيف حالك أبو محمد عزيزي كيف أنت سرك الحال حبيبي شو بتفيد العرب في من معلوماتك الرياضية أنك غادي ما شاء الله عليك فت ورقم واحد بالرغم أن فت حتى حياة أبوك الله يغفر له كان فت صحيح هي نعم طبعا اول شيء كوني عضو في مجلس ابو ظبي للدراجات الهوائيه طبعا ننصح الناس من خلال رياضه السياكله بالدراجات الهوائيه انهم يمارسونها بشكل مستمر طبعا في احصائيات كثيره تبين ان عندنا للاسف يعني الشباب بالذات الاعمار اللي بين الثلاثين تقريبا كلهم عندهم الاغلبيه عندهم يشكو من امراض السكر السمنه الكوليسترول والامور هذه كلها فانا دائما انصح انها عشان تكون حياتهم صحيه لابد انهم يمارسون رياضه ورياضه السياكل الحمد لله اصبحت الحين طبعا الحمد لله يعني الحكومه وشيوخنا جزاهم الله خير الله يطول عمار ما قصروا عملوا حلبات كثيره سواء كانت في الحديريات في الوثبه في ياس النادي موجود كل الإمكانيات متوفرة أنهم يمارسونها بشكل منتظم بحيث أن يحاولون أن يعني يغيرون من نمط الحياة وطريقة الأكل والنوم والأمور هذه كلها من خلال طبعا الرياضة والرياضة طبعا ممتعة وشيقة وتخليهم يعني يمارسونها يعني مع كبار سواء كانوا مع أهلهم الأولاد البنات فرياضة ممتعة جدا وما لها أي يعني سلبيات فيها طبعا هي الرياضة تكلمنا عنها طبعا تساعد جدا على تنزيل الوزن تعدل ضغط الدم السيكل يعني أكثر السيكل نعم أكثر نعم. عن المشي أكثر عن المشي بكثير وأكثر عن الجري وأكثر عن الجري لأن مو كل الناس تقدر تمشي أو السيكل تجري السيكل الثابت ولا المتحرك الأفضل متحرك لأن فيه متعة أكثر يعني هي تكون متعة فيها زائد فيها رياضة يعني الناس تمارسها وما تحس أنه تمارس رياضة وإذا كان ثابت بعد زين يعني إذا الإنسان ما عنده وقت ممكن الثابت أكيد بيكون لأن عملية دوران الريل هذه تسرع اللي هي يسمونها تسرع الحركة الدموية في جسم الإنسان وبالتالي الدورة الدموية وبالتالي طبعا مع ارتفاع نبض القلب وهذا مهم جدا لجسم الإنسان أن يكون صحي
شو اللي تزيدنا فيه أنا؟ طبعا مهم جدا، في عندنا في فعاليات كثيرة الحمد لله مجلس أبوظبي الرياضي يقوم فيها من خلال طبعا السباقات في أماكن مختلفة، سواء كانت في أبوظبي، في الوثبة، في العين، في ليوة، في المنطقة الغربية، اللهم لك الحمد يعني، وللفئات المختلفة من الصغار لين كبار، وسواء كانوا محترفين أو غير محترفين أو هاوين. مختلط هو مختلط مريعي. نعم موجود، وفي الحمد لله فريق نادي أبوظبي للدرجات الهوائية، في عنده فريق الشباب الصغار وبراعم وأولاد وبنات، وكانوا في معسكر مؤخرا في فرنسا وما شاء الله، وبدأوا الحين يحصدون مراكز في سباقات اتحاد الإمارات للرياضات. نعم الحمد لله. هذا في وين مكانه؟ هل إن هذا نادي متبننا ولا شو؟ لا نادي موجود ومغرر. شو اسم النادي وشو مغرر؟ نادي أبو ظبي للدراجات الهوائية، موجود في حلبة ياس هناك. زين متواجد. كيف طريقة الناس تشارك في هذا؟ هل بمقابل ولا؟ طبعا المشاركات السباقات هاي أو بيشارك مثلا في بعض التمارين ما عليه إلا بس أنه يجيب سيكل مثلا أو يستأجر السياكل الموجود، الحمد لله موجود هناك في الحلبات متوفرة سواء في ياس أو في الحديريات، ويتمرن، وفي موجود هناك مدربين ممكن في خلال أوقات معينة يعلمون بالضبط عملية كيف ركوب الدراجة بسلام بأمان، وفي نفس الوقت كيف يبدأ عملية تمرين على السيكل وكيف الاستفادة منه، بحيث أن يبني الرياضة بشكل صحيح إذا كان يعني يبغي يطور نفسه منها. إذا واللي من إليه بياخذ روحه بسير السوق بيشتري سيكل، شو اللي يقدر يسوي؟ لا طبعا هذه لا بد أنه مهم جدا الإنسان قبل ما يروح يشتري سيكل يسأل بالضبط شو المقاسات اللي يحتاجها، نوعية السيكل، لأن السوق يعني في أشياء، في رود بايك، في عندك ماونتن بايك، في فات بايك، في سيتي بايك، في أنواع كثيرة، فلا بد يعرف هو بالضبط شو اللي يبغي. وكيف يقدر منو اللي يقدر يحدد اللي يبغيه؟ طبعا هناك إذا صاروا عند المحلات الكبيرة هذه طبعا اللي تبيع السياكل، هناك في ناس يعني مختصين، أنا أتكلم المحلات اللي هي يعني اللي المحلات اللي عندهم يعني معلومات ويعرفون، واللي يبيعون معدات أو سياكل بأشكال مختلفة. هذا موجود عندنا في الإمارات؟ موجود على مستوى عالي جدا، خبراء موجودين محترفين يعني سائقين وهذا، فيعرفون أبوظبي شيء عندنا؟ وموجود في أبوظبي نعم، في دبي وباقي الإمارات موجودين، كلهم موجودين، وأنواع كثير من السياكل، لأن تطورت هذه اللعبة هاي تكنولوجيا أصلا تطورت، وبالتالي لابد الواحد يروح هناك يعملون حتى عملية يسمونه فيتنج البايك، لابد أنه يكون على الطول، على طول الريل، على طول اليد، المقعد، فيها مقاسات كثيرة. ما بدنا مني والطريق. لا إذا 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 واحد بيروح يأخذ لي يبغي لي من نص ساعة إلى ساعة بس فيتنج على 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 سيكل معين. بحيث وين هالمحلات؟ وين أماكنها؟ وين هذه موجودة عندنا؟ مثلا المحل في مثلا في ياس موجود. واحد في جزيرة ياس، جزيرة يعني. ياس موجود محل ياس اسمه. زين. وبعد نفس الفرع فاتح في الحديريات، انسب لهم هناك يروحون هناك، بحيث ان عندهم سياكل كثير من اللي يبيعونها موجودة تتأجر. انا افضل ان يروح يأجر لواحد ويسوي له الفيتنج ماله ويجربه، بحيث إنه استأنس عليه بعدين سيكل يكون خلاص هو أردي مجرب لنا. الأفضل أن يجرب السيكل قبل ما يشتري. نعم. طبعا السياكل تتراوح من 2000 لغاية 40-50 ألف وانتقال فوق. نعم حسب التكنولوجيا اللي فيها. أرخص واحد 2000؟ 2000 إلى 3000. والله ما بشوية. هي مو بشوية طبعا، لأن كنت تتكلم هني عن سياكل شوية، مو بالسياكل خلنا نقول السياكل العادية اللي تنباع هاي في الأسواق التجارية، لا أتكلم عن سياكل هذه يعني تطول معاك، وفي نفس الوقت تمارينها تكون. أنت أنسب وقت لريادة السيكل؟ أنسب وقت طبعا إذا كان في وقت الواحد عنده بالذات يعني الصبح، دائما رياضة الصبح تكون أفضل وقت للتمرين، لأن خاصة إذا واحد يتمرن على وقت السماكل هذا التمرين يكون مناسب جدا، الجسم جاهز للتمرين طبعا بعد صلاة الفجر قبل الدوام. وفي ناس أشوفه ما شاء الله بدأوا في الحديريات، لقينا معاهم ما شاء الله نشيطين، أو يكون على الأقل وقت العصر أو وقت المغرب. طبعا في الليل يحاول أنه ما يتمرن، لأنه وقت يكون الجسم يبدأ خلاص يعني كل وظائف الجسم تبدأ تهدى، لأن إذا تمرن في الليل بيتأخر في النوم، خاصة إذا كان يعني عنده وظيفة. وهذا محمد بن سند كم عمرك؟ الحمد لله 50. ما شاء الله تبارك الحمد لله. الله يحفظك. شكبر انت لو عتيج
لا 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 عتيج الأكبر. أكبر بوايدة؟ ها؟ هي شيبتنا عتيج الحين. الله يحفظه. الله يحفظه. بن سند شو 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 اللي تشوف شو اللي تنصح أنت الشباب حاليا؟ طبعا أنصحهم أنهم من أي سن؟ كل الفئات العمرية أنصحهم أنهم يبدون اليوم قبل باكر بممارسة الرياضة، لأن هذه طبعا راح توفر عليهم أمور كثيرة بعد عمر معين. نعم. يمكن الحين ما يحسون فيها. لكن للأسف نعم ما نعرف العلاج إلا بعد الإنسان ما يمرض، فيبدأ الوقاية خيرا من العلاج، فيبدأ من الحين بالرياضة. والحمد لله الحكومة وفرت لنا اللهم لك الحمد بنية تحتية قوية جدا، سواء للجري الحمد لله فيه مسارات كثيرة للجري موجودة في الفرجان أغلبيتها، مسارات الحلبات السياك الموجودة وحوالينا الحمد لله موجود، سواء في الفرجان أو اللي يبغي يتمرن بتركيز أكثر موجود في الحديريات في الوثبة في حلبة ياس، فالحمد لله. فلا بد أن نستغل هذه ونحاول نشجع حتى أولياء الأمور، أن ننصحهم أنهم يبون عيالهم يخلوهم يشاركون في أنشطة كثير، في أنشطة كثيرة قام فيها مجلس أبو ظبي الرياضي والأندية الموجودة الحمد لله، نادي أبو ظبي الحين للدراجات الهوائية وغيره بعد في إن شاء الله. وين مقر نادي أبو ظبي للدراجات الهوائية؟ موجود في حلبة ياس هناك. نعم. موجود. نعم. أيوة. أي نعم. وطبعا الحين الحمد لله أكثرية الأنشطة الحين تقام في الحديريات، سواء كانت السباقات اللي هي الدراجات الهوائية، الجري، السباحة، الترايثلون هاي اللعبة الثلاثية، الحين أصبحت كلها تقام في الحديريات، فأصبح متنفس كبير جدا للرياضيين. فأتمنى أن يعني مبادر مثل الأجانب يعني نشوفهم هم وعالم خلال الإجازات وبالذات يعني الجمعة والسبت يتواجدون هناك ويشجعون عيالهم ويجون يشاركون دائما في البطولات اللي يعملها مجلس أبو ظبي الرياضي. فأتمنى يعني إن شاء الله يعني الأولياء الأمور يطلعون عيالهم الصبح ما يكونوا نايمين سهرانين طول اليوم، بالعكس الإجازة أفضل وقت يمارسون فيه الرياضة. أنا حين مثلا أريد أسير أجرب رياضة السيكل وسمعت رمسك أسير الحديريات مثلا. نعم. سد الحديريات وين أسير؟ طبعا هناك عندك في المحل مال إذا ما عندك سيكل في المحل هناك. ما عندي سيكل. زين تقدر تاخذ السيكل من هناك تستاجر مبلغ رمزي جدا. زين وتاخذ القياس اللي يناسبك. هم يعطوني هم بيعطونك اياه مره على طولي وعلى وزني وعلى طولك وعلى على على وبيرتب لك الكرسي بطريقه معينه بحيث انك تقدر تمارسه وتطلع في الحلبه وانت مرتاح وتحاول انك يعني تستمتع بالرياضه. والحمد لله في مكان يمكن نحن نحسد عليه كل اللي. الاجانب اللي يجونا من برا يعني يذهلون بالمكان الموجود هذا الموجود اللي هو جزيرة الحديريات. الحديريات يعني أنت في جزيرة، هذا الأول في العالم أن يكون عندك حلبة في جزيرة حواليك البحر دور ما داير. سبحان الله. إيه والحمد لله يعني وعندك المكان مجهز سواء لتكرم الحمامات عندك المصليات موجودة، الاستحمام موجود، عندك المطاعم موجودة، فحتى اللي هي يسمونه نيوتريشنز بتاخذ اي شيء، المحلات موجوده مال السياكل بتاخذ بعض الجلات. كم اكثر شيء الانسان يقدر يستعمل السيكل؟ ما اقل شيء كم يعني ماله ما 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 ماله سلبيه يعني تقدر تستخدمه من نص ساعه الى ثلاث اربع خمس ساعات مش مشكله. مو مشكله ما يضر. والسيكل اللي اصبحت انا الصبح اشوفه قلت تستعمله هنا في البحر هذا شو هذا؟ طال عمرك يسمونه الفات بايك. هذا طبعا توائر كبيره مثل البالون. ونعمل طبعا اول شيء صنعوه طبعا في اوروبا هذا عشان الثلج. وطبعا تم تجربه هنا في تجربته في الامارات عندنا في الرمل ومشى. ايوه يعني بحيث انك تقدر انك يعني تمشي فيه سواء على البحر على سيفة البحر على في الرمله في اماكن رمليه يمشي. محتاج طبعا جهد محتاج لياقه لكنه مفيد جدا. كم تسوق سيكل يوميا؟ انا تقريبا شبه يومي. شبه يومية مع طبعا الجري والسباحة لابد يعني هذه لا. لأن كل هاي اللعبات يعني تعتمد دائما على الكارديو على عضلة الغلب ومفيدة جدا للجسم. ما شاء الله. اي نعم الحمد لله. كم تسوق؟ هذه خلع عاد على أساس ما بعد خلنا نكمل تمريننا باكر يا خالد. بسم الله عليك. لا 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 ما شاء الله تبارك الرحمن على الله يحفظك وياك. حرمة لو حرمتي جاوب. ليش السؤال هذا؟ بس جاوب عن حرمة لو حرمتين. ما شاء الله. الحمد لله. الله يطرح البركة. كم عندك من العيال الله يبارك؟ اللهم لك الحمد. سبعة عندي. اللهم لك الحمد. الله يطرح فيهم البركة. آمين. آمين. يبلغك إن شاء الله في أحفاد أحفادهم. آمين آمين. يغفر لي إن شاء الله موتانا موتاكم ويحفظك من كل شر. عزيزي خالد. جزاك الله خير. مشكور. إن شاء الله إني ألقط عندي صورة لحياة أبوه قديمة. إن شاء الله إني ألقطها بحطها لكم.
كتب الله عليك. هذا اليوم الصبح. الساعة كم؟ هذا الساعة كان تقريبا يعني 7:15. هذا الله يحفظكم. وين سرت أنا اليوم؟ جزيرة شويهات. نحن سايرين طريق بسيائر وهو ما شاء الله عليه الصبح كالساير وراد حتى الجزيرة كلها ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. هذا الشارع اللي قلت لكم دفان. هذا الرجال العرب تعرف من هالرجال. الله يرحمه هذا الوالد علي بن سند القبيسي له الجنة. آمين. كم لما توفى؟ الحين تقريبا توفي 2004. 2004. من 2004 متوفى. سبحان الله سبحان الله. نعم الأول حيدة بيننا وبينكم. نحن مشاهد بيتنا بيت بخيت بن سالم. لا استغفر الله مو ب 2004 خالد للتصحيح. لا 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 توفى الله يغفر له سنة 94. إيه. شوف أنتم مشاهد بيتكم بالضبط. شوف مشاهد بيتكم بيت بخيت الفلاحي. صحيح. وورا بيت بخيت الفلاحي بيت بخيت بن سالم القبيسي. صحيح. ونحن مشاهد بيتنا مشاهد بيت بخيت بن سالم. صدق. بخيت بن سالم اللي حرمته يسمونها سعيد العنزانية. بسك. هي نعم. نعم. نعم نحن صدق. كلنا صفت بيوت. نحن أول ثلاث البيوت اللي إحنا عديتن أول أربع بيوت في الشعبية. صدق. شعبية مدينة زايد. نحن علي كلنا زاوية. صح. باجي البيوت هايل نحن على يمينا بيت قوم يمع بن صالحوم وعلى يمينا بعد بيت قوم عوض بن صالحوم وعلى يمينا بيت سعد بن صالحوم ومن هناك بيت قوم بن بليد هوامل وعقبه بعد منو يا ربي حرمة يسمونها سبرة الأول ومن هي ومن هناك بيت قوم كنيش بن زني هم أبوي ماتوا من 40 سنة. الله يرحمه. الله يرحمنا برحمته إن شاء الله. شكرا جزيلا وفرحت بالرمس وياك. الجماعة كلهم يودرونا وساروا. يعني خالد على اللقاء الطيب هذا. أنا والله فرحت. أنا بدي بكل شيء يفيد العرب وتفيد الناس تستفيد منه هذا الشيء يفرح ويثلج الصدر. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون جماعتنا يستفيدون بدال ما هم يتهردمون وهم في سن الأربعين. في سن الأربعين يا أخي تشوف واحد من ربعنا غادي ما يسوى شف طعام ما يسوى قيد قعود. صدقت. هي صدق. والله هي هذه بس الرياضة السر في الرياضة فقط. سبحان الله. أي نعم. سبحان الله. الرياضة والنوم. نوم الأكل هذا كله يفرق. سبحان الله. ولازم الإنسان بعد هذا مثل الريس يعني يده في الريس. أيوة. لازم يمسك يده شوية لأن في نهاية الأمر هو اللي يعني يطعم نفسه. فإذا أطعم نفسه أكثر من اللازم سارت السمنة سارت الأمراض سارت السكر والأمور هذه كلها. وكل ما خف وكل كل ما خف وكل الشيء البسيط كل ما سبحان الله حس بمتعة حس بخفة في جسمه سواء يوم يرقد أو حتى لما يقوم من النوم بيحس أنه خفيف يعني ما شيء غاثنه من وين يصاهر والأمور هذه كلها لأن الأكل الزايد أكثر من اللازم خاصة وقت الليل يعني لا بد الإنسان يخفف على الآخر. النفس أمارة بالسوء. اليوم مثلا أنا شفت كم لايمت فوقه. نعم قبولي على بيد. بس طبعا هذا يعني ممكن الواحد يسويها مرة في الأسبوع لكن لازم أن يحرق بعد. ترى مشكلة كل من يسبوع قلنا أسبوع كل من يسبوع قلنا أسبوع. هذه المشكلة التراكمات هذه ترى بعدين تسبب لك مشاكل كثيرة. لذلك بعد الواحد على فكرة لا بد أن يفحص كل 6 شهور إلى سنة. عشان يعرف بالضبط شو يعني التراكمات هاي مال 3 شهور يبين في الدم سواء كان سكر كوليسترول عنده معادن نقص في المعادن عنده مشكلة مثلا في بعض الأكلات في تفصيل طبعا ممكن في بعض الفحوصات في الدم. الفحص شو اسمه هذا الفحص؟ هذا طبعا فحص الدم يطلب من طبعا بعض العيادات تطلع له طبعا الفحوصات العادية تطلع فيها الجبن عفوا سواء حتى الأجبان على فكرة ممكن تبين الأجبان الدهون الأكلات اللي مثلاً الحلويات هذه حتى ممكن تبين عنده بالضبط فيه بعض الفحوصات يسوونها محلات مختصة طبعاً في تفصيل أكثر من أنه في كوليسترول سواء كان أو عنده مثلاً سكر والأمور هذه كلها بحيث يقدر يعرف بالضبط شو الأشياء اللي يأكل منها زيادة وشو الأشياء اللي يأكل أقل أو يوقف عنها. شو الأشياء اللي توالمه والأشياء اللي ما توالمه؟ هي نعم لأن هذه تبين في فحص الدم تبين أشياء كثيرة على فكرة فحص الدم يبين فيها. لذلك الإنسان والحمد لله عندنا الحكومة يعني دائما تطلب أن الواحد دائما يعمل فحوصات الدورية لا بد أن ينتظم فيها هذه لأن ما يعرف بالضبط
الأشياء اللي يأكلها ما يعرف هذه باكر شو تستوي في الدم. يعني ياريت لو توضح لي أكثر. ما علي سامحين كثر علي. لا لا ما علي سامحين علي. الفحص المبكر هذا مهم جدا. ما علي الفحص. الفحص العادي هو مع المستشفى لو تشوف. إيه لا طبعا في فحص المستشفى وفي عندهم الفحوصات اللي ممكن يطلعون من خلال طبعا تحليل الدم أشياء كثيرة موجودة في الدم. تقدر تخبرك أنت مثلا إذا 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 كان الكوليسترول عندك مثلا بدأ يرتفع. طبعا في رينج معين من. أنا اللي أقصد نوع التغذية اللي تأكله. هل الأكل هذا يوالمك؟ هذا ما يوالمك؟ هذا اللي أقصده. إيه هذه طبعا هني هذا في يعني بعض ال. بعض العيادات مختصة في أن تحلل الدم بحيث أنه يعني تبين كم مثلا نسبة الأجبان عندك ولازم تخف منها. ودائما هذه عن دائما كثير نفرط في الأكل فيها. الحلويات كذلك نفس الشيء. الخبز إنزين عندك مثلا الدكتور يقدر يحدد لك إذا نوع الجبن هذا يوالمك ولا لا، أو نوع الفاكهة هاي توالم كل لا. هذا اللي أقصده هنا. إيه نعم أقول لك من خلال التحليلات يبين عندك المعادن، الأكلات اللي مفروض أنك أنت ما تفرط في الأكل فيها أو تزيد فيها. الفيتامينات تبين زين، حتى الفيتامينات بأنواعها من إيه اللي فيتامين 12 مثلا يبين بالضبط شو اللي تحتاج أنت. المعادن نفس الشيء، البوتاسيوم مغنيسيوم، هذه الأشياء اللي لابد أنك بعد الواحد لازم يكون عنده. ليش الشغلة يا أبويا هذه؟ سبحان الله. بس لا ما علي، أنت 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 اللي عليك أنك بين كل فترة وفترة تفحص تبين عندك هذه وتبدأ أنت تشتغل توازن على نفسك. لأن الحين لما الواحد يقعد يأكل بس أي شيء أمامه راح يدخل نفسه بعدين في أمور ما يعرفها، ما يعرف عواقبها. وخاصة الأكل الحين الموجود عندنا في أكل ضار وفي أكل نافع. كيف تقدر تميز إلا لما طبعا تعمل الفحوصات هذه، تشوف التراكمات هذه خلال 3 شهور تقريبا شو بين في جسمك. وخاصة بعد إذا ما كان رياضي هذه بعد التراكمات عليه تزيد أكثر وأكثر. دبلات هي طبعا. فلا بد أن الفحوصات هاي مهمة جدا يسويها، وبالذات الدم، فحص الدم هذا. وفي يعني أشياء كثيرة ممكن يحلل منها. كل 3 شهور ولا كل 6؟ والله لا طبعا هي 6 شهور او كل سنه حسب العمر طبعا. نعم. طبعا كل ما تقدم العمر على الاقل يبغي له مثلا مرتين في السنه. نعم. وكل ما سوى اي واحد حتى مرتين في السنه بالعكس يعني افضل له، يقدر يعرف بالضبط شو. مثل انت السياره الحين كل 3-4 شهور تدخل الوكاله يسوي له فحص. سبحان الله. هنا إيه ما بالك جسم الانسان يعني وياكل يعني ما لذ وطاب. مشكور يا بن سعد عزيزي يعني ما خلو منك. تحياتي لكل الأسرة الكريمة. بارك الله فيك. كلكم بحرنا أنا وهلال ناخذ نتمشى على البحر. بحرنا تمشينا على البحر وصلنا لين فريج أبوي المريخات هني. زين تعال 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 دالي سيف بن محمد سيف بن عبد الله. زين عندي الحين هذا اللي يطحن راشد. ايش راشد؟ راشد احمد حميد المزروعي. والنعم هذا خالك هلال. وهذا منو؟ عبد الله بن جبر جاسم المريخي. يعلبوه الجنه يعلبوه الجنه. زين وهذا منو؟ عيسى. سيد المزروعي. وهذا عبد الله المزروعي عبد الله بن محمد. والنعم وهذا احمد المريخي احمد بن جاسم. ابو اللي بقصر الاصفر. يا سلام. وهذا احمد بن ناصر. صد يا احمد بي تعال. لا احمد بن ناصر ما يحب حد يصوره. سوري احمد نسيت حبيبي. هو انزين خالد الخالد انا انزين. وهذا العود ابوي. هذا غزال المشرب. هذا فيل المشرب. مره ثانيه هذا حيل لازم اصفر. هي حج مرحله الحين يطلع الغازات دي غازنج تغذ دي غازنج هي تطلع الغازات اللي فيها. بعدين نرجع نصب نكمل القياسات المحدده لنا. زي هذا ديفيد ادوارد ولا ولد تعرف احمد حميد؟ هي احمد حميد روبرت كارلوس. هي هذا ابوي. أيوة. لا الاسم الثاني ما شاء لا. لا 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 ما بروم لا لا. هذا الحين كهوه ال 360 يا سلفي في 60. شوف هذا تراثنا نحن. تراثكم انتم شيء؟ هذا نحن الاول. هذا عمه معلم الله. لا عمه لا هذا حميد بن علي. هذا الاول يوم نحن قبل مني يعني من ايطاليا. هي يا ربي الخريط ابتدينا الحمد لله انك لابس غزار يمانيه. شو العالم كله ابوي دازه كله مقصر لابس العرق.
زين الاصفر حياكل حته منك. هذا الاصفر ها محاحه البيض يا ابوه فتاكل حته. بخبرك هذا الكتل ما شاء الله تبارك الله. عم دهنه الخالدي وحش على دهنه الخالدي. يا الله علي ابوي ايش اسوي؟ تقدر تسويها على اربع خمس خطوات. بس اول خطوه لازم نسويها اللي هي تطلع الغازات اللي فيها. انزين الحين هذا لين نسير وهذا بيبرد. لا 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 ها يعني لما تصفى القهوه يعني بتكون دافية. دافية ولا بثلجة؟ يعني بالنسبه للقهوه العربيه اللي عندنا احنا نشربها نعم تعتبر باردة. هي حال مشكله دافية يعني تشربها. بس انا كقهوه لا بالعكس اذا كل ما زدت حرارتها راحت خصائصها راح طعمها راح النكهات اللي فيها. والله والله لما فيها كذا نكهه مش نكهه واحده. شوف انت ما اقول لك شيء. اتي رسائل وايدة من خارج الدولة ومن داخلها. محتوى الرسائل على الخاص يطرشون لي انك انت يا ابو محمد عزمت ما تطلع عندنا في الستوري مال السناب. هاي المشكلة كملت اسبوعين ثلاثة. الحين نحن لقطنا حل مؤقت للتفادي هالمشكلة والحل مؤقت برجاء اتباع الخطوات الجاية. ندخل اول شيء ندخل السناب. يا سلام يا سلام بسم الله. نسير خلاف اعدادات. سرنا الاعدادات ننزل لين مسح ذاكرة التخزين. خلاف الدق مسح الكل. بعدين مسح. وخلاف حسنا. في حال تم الوضع على ما هو عليه امسحني من عندك من اللستة وضيفني من يديدي. كنت تونك انه ياسين هاك الميلس وهاي فله مقيل فوق اظنيها غرفة نوم ومطبخ تحضيري وغرفة ملابس وحمام الله يعزمك والسامي وتحت اعتقد طبيلة وستور ومغاسل. هذا كنت رأي مالها كان جميل غاوي فنان. تحتيني لين بحر يوسف.